فلا تضيع زمانك، فقد أظلكم وقرب منكم شهر عظيم جليل كريم، فاتقوا الله فيه ولا تضيعوه ولا تفسدوه بالرفث واللغو والفسوق وقول الخنا والجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، والمراد بالجهل ما يكون متعلقا بالأخلاق، ذا الذي يتعلق بالعلم بل الذي يتعلق بالحلم، أمسك لسانك فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا النصب والسهر، ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه، إنما يريد الله منكم تقوى القلوب، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، فالله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أشكالكم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، الله يريد تقوى القلوب، فاتقوا الله، وما حصلت تقوى بمثل الصيام صيام رمضان لعلكم تتقون، فذكر أنه شرعه لهذا القصد ولحكم لا يعلمها إلا هو، فلنخرج قليلا من هذا الواقع المأفون بكل ما فيه وكل ما يشتمل عليه من خلط وخط وزور وكذب وخداع وتمويه وانحطاط في الأخلاق وتسفل في الأقوال، انفلتت أزمة الألسنة كما انفلتت أزمة القلوب، أهل السنة هم شامة الخلق وهم زبدة الزبدة من الناس وصفوة الصفوة منهم، فعليهم أن يتقوا الله في أزمانهم وأن يجتهدوا في العبادة لربهم وفي تحصيل تقوى وفي الإخلاص له في المعتقد وفي النطق وفي العمل، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل.